يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mi smo 42. strani treće knjige. El vahdetu el thalithetu. Eqallijatuna fil alami. Eqallijat džem'u eqallije. Wal eqallijetu ja, doktor Harun? Manjina. Eqallijetun. أقلية تشديد على الياء كده أقلية منينة أقلياتنا في العالم نص سنستمع إلى جزء منه أولا ثم سنقرأ نحن إن شاء الله تعالى هذا الجزء ونترجمه إن شاء الله تعالى. سنستمع إلى جزء الأول ثم بعد ذلك إلى الجزء الذي بعده. ali imamo opet problem tehničke prirode jer neće nam spustiti internet ovih 9 MB. Ti znaš takav pribitak se ne može preuzeti. I je tu, ba i ne jede i... Ma spušten, ba, samo ludi nešto. Dobro? Istemi'u. I je tu, ba i ne jede i... Silsiletun fi ta'limi lugati l'arabijati li gajirin natiqina biha. Kitabu talibi thalith. الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة الدرس الخامس عشر استمع إلى النص أقلياتنا في العالم واحد اغترب كثير من المسلمين من بلادهم طلبا للعلم أو الرزق أو نشر الدعوة وكانت الدعوة إلى الإسلام أهم هدف لتلك الغربة والرحلات في الماضي وقد أدت تلك الغربة إلى نشر الإسلام في كثير من أنحاء العالم وفي العصر الحديث استقر كثير منهم في غير بلاد المسلمين فأصبحوا أقليات فيها ويواجه أولئك المسلمون في بلاد الاغتراب هم ومن أسلم من تلك الديار مشكلات عديدة من أهمها أقلياتنا في العالم المسلمون لهم أقليات في العالم أولا يقول اغترب كثير من المسلمين اغترب أصبح غريبا اغترب يغترب значит что postati stranac, živjeti u gurbetu, otuđiti se, živjeti biti garib, biti stranac u nekom mjestu. Igterebe kethirun minel muslimine min biladihim. Limada igterebu? Jekul talaban lil ilmi. Hel hunake adedun minel bosnijin igterebu talaban lil ilmi? Nam, fin nemsa, mesela. في فيينا وفي غراتس وفي ألمانيا يدرس البوسنيون في هذه الدول علوما مختلفة اغتربوا طلبا للعلم أو الرزق وهذا كثير جدا اغترب خمس سكان البوسنة طلبا للرزق في أوروبا وغيرها من الدول في أوروبا وأمريكا اغترب عدد كبير جدا مرة كنت في الدنمارك ف
فقالوا لي أن عدد البوسنيين في الدنمارك 22,000 في الدنمارك فقط، وفي بعض الدول يصل عددهم إلى مئات الآلاف. كم عدد البوسنيين في ألمانيا؟ كبير جدا، كبير، عدد كبير جدا. أو نشر الدعوة، وهذا قليل جدا. ما اغترب، ما اغترب كثير من البوسنيين لنشر الدعوة. وكانت الدعوة إلى الإسلام أهم هدف لتلك الغربة والرحلات في الماضي. في الماضي ما كان يغترب الإنسان في بلد إلا لسبب قوي مثل نشر الدعوة. كانت الحياة من قبل يا هارون، نحن نعيش في هذه المدينة كلنا مسلمون، وهناك مدينة أخرى كلهم نصارى، وهناك مدينة ثالثة كلهم يهود. كيف أذهب أنا وأعيش هناك؟ لا مسجد، لا مسلم، لا أذان، لا شيء. فكان الناس يعيشون في مدنهم، فإذا اغترب أحد منهم في مدينة أخرى فهناك سبب قوي جدا لهذه الغربة. وقد أدت تلك الغربة إلى نشر الإسلام في كثير من أنحاء العالم. أنحاء العالم سستان السويتا، وفي العصر الحديث بصابر من أدوبة استقر يستقر. ترجم يا أيها المترجم. لا، لست راضيا بهذه الترجمة. Dobro, konstantno nešto činiti. Istakar, znači, isto nastanti se, ovdje bi se mogu prevesti. Istakar, znači, la je taharrak, ja harun. Istakar, la je taharrak. Wa karne fi bujuti kunne. Karne, la te taharrak kathiran. Istakar, kathirun minhum. Zahbe, ليعيش في هذه الدولة سنة أو سنتين لنشر الدعوة، ثم استقر هناك، بقي هناك يعيش. وهذا حال أكثر الناس الذين يغتربون، أكثر الناس الذين يغتربون يستقرون بعد ذلك ويعيشون هناك حياتهم، ويعيش أولادهم حياتهم هناك، يعيش أولادهم حياتهم هناك. وهذا الولد الذي ولد في مثلا سويد، في نورويج، في الدنمارك، هل هو يحب البوسنة أو يحب السويد؟ هذا بلده، ولد فيها، درس فيها، أكل فيها، تربى فيها، ترعرع فيها، ودراستي، هذا بلده. قلت لكم قصة مرة عن رجل بوسني يعيش في السويد، فقال لي عندما أغادر البوسنة مع أسرتي زوجتي تبكي في السيارة دائما. قلت لكم هذه القصة، فيقول لها ابني لماذا تبكين يا أمي؟ فتقول له أبكي لأني أغادر البوسنة. فيقول الولد وكذلك أبكي أنا لما أغادر السويد، لما نسافر إلى البوسنة من السويد أنا أبكي من هناك، أما الآن فأنا أفرح. وهذه مصيبة الاغتراب، أن الإنسان الذي يعيش في بلد واحد 20 سنة أو 30 سنة يستقر هناك وينسى بلده. استقر كثير منهم في غير بلاد المسلمين فأصبحوا أقليات فيها. هو استقر في مدينة مثلا
كرشكو، هل سمعت بمدينة كرشكو؟ ما سمعت. هذه مدينة في سلوفينيا، هل فيها مسلمون؟ عدد قليل جدا، 100 مسلم مثلا. أنت استقررت هناك، أنت أقلية هناك، لأن هذه المدينة في سلوفينيا وسكان سلوفينيا نصارى وعدد المسلمين فيها قليل جدا. ويواجه أولئك المسلمون في بلاد الاغتراب هم ومن أسلم معهم، أسلم من تلك الديار، ماذا يواجهون؟ يواجهون مشكلات عديدة، من أهمها المشكلة الأولى سنستمع إليها. أولا مشكلات عند ممارسة العبادة. اثنان، من أكبر هذه المشكلات أن المسلمين لا يجدون أحيانا مسجدا أو مصلى للصلاة فيه، سواء أكان في مكان سكنهم أم عملهم أم دراستهم. وفي بعض الحالات يوجد المسجد أو المصلى، ولكن لا يوجد العالم العارف بدين الإسلام الذي يرجع إليه المسلمون في أمورهم الصغيرة والكبيرة. ومن ناحية أخرى، قد يجد بعض المسلمين صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل، حيث تمنع بعض المؤسسات والشركات المسلمين من الخروج لأداء الصلاة. جميل. أولا مشكلات عند ممارسة العبادة، هناك مشكلات عند أداء العبادة، ممارسة العبادة. من أكبر هذه المشكلات أن المسلمين لا يجدون أحيانا مسجدا أو مصلى للصلاة فيه، مسجدا أو مصلى للصلاة فيه. أنت تعيش الآن في مدينة زينتسا وفيها مساجد، كم عدد المساجد في زينتسا؟ 15 مسجدا تقريبا في المدينة فقط، وتسمع الأذان لكن لا تعرف قيمته ولا تعرف قيمة المسجد إلا عندما تسافر إلى بلد أوروبي وتجلس في المدينة، لا أذان ولا مسجد ولا مسلم، فتصبح حياتك صعبة. أنت الآن تسمع الأذان وتسأل نفسك، أين أصلي؟ هل في هذا المسجد؟ أو أذهب إلى هذا؟ أو هذا أحسن؟ تختار. أما هؤلاء فلا يجدون مسجدا أو مصلى يصلون فيه، سواء أكان في مكان سكنهم أو عملهم أو دراستهم. وفي بعض الحالات يوجد المسجد أو المصلى، ولكن لا يوجد العالم العارف بدين الإسلام. وأنا زرت بعض المدن، لا أريد أن أذكر أسماء المدن، لديهم مسجد صغير لكن ليس لديهم إمام، وحالهم صعبة جدا. تصور أنت الآن، نحن نريد أن نصلي صلاة المغرب أو العشاء ونذهب إلى المسجد ولا إمام، لا يوجد إمام، من يصلي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا عندي سؤال أريد أن أسأل، أخطأنا في صلاتي، من يصححنا؟ ليس هناك أحد. فيتصلون من البلاد البعيدة بالعلماء في البوسنة أو في مكان آخر، حصل لنا كذا وكذا، ماذا نفعل؟ وأنت الآن لديك إمام ولديك داعية ولديك دكتور، لكن بعض الناس لا يحترم الإمامة ولا الدكتورة ولا داعية، لأنه لا يعرف قيمتهم،
مثلا نحن الآن نتكلم عن المستشفى في زينتسا، أنه مستشفى ليس جيدا، لكن تصور أن يغلق، تصور هذه المدينة بدون مستشفى، كيف نعيش؟ أين نذهب؟ أنت مريض الآن، أين تذهب؟ إلى فيتيز؟ إلى سراييفو؟ هذا المستشفى وإن كان ما كان فيه فهو خير، لأن فيه أطباء، إذا مرضت تذهب إليهم، لكن لو أغلق ستكون حياتنا أصعب بكثير. يقول: ولكن لا يوجد العالم العارف بدين الإسلام الذي يرجع إليه المسلمون في أمورهم الصغيرة والكبيرة. ومن ناحية أخرى، قد يجد بعض المسلمين صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل، وهذا حتى موجود في البوسنة، بعض المسلمين يجدون صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل. وأنا سمعت قبل شهر من أحد الشباب هنا في المدينة عندنا أن صاحب العمل أو شركته، أن الشركة التي هو يعمل فيها يمنعونه من صلاة الجمعة، والشركة تبعد عن المسجد 20 مترا، 20 مترا، ويمنعونه من صلاة الجمعة. هو يقول لكم: أنا لا أريد الفلوس، لا أريد الراتب، لا أريد أي شيء، أريد فقط أن أصلي. قال: لا، إذا صليت نحن سنلغي عقدك، لن تعمل عندنا. هو هذا في زينتسا موجود، حيث تمنع بعض المؤسسات انستيتوتي والشركات المسلمين من الخروج لأداء الصلاة، يمنعونهم من أداء الصلاة. ثانيا المشكلات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية. 3 يواجه المسلمون مشكلات عديدة في بلاد الاغتراب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وعلاقة الأولاد بالوالدين، وتحاول تلك البلاد القضاء على هذا الجانب الثقافي حتى يذوب المسلمون في المجتمعات الجديدة، ويؤدي ذلك إلى آثار خطيرة، منها: 1 إضعاف سلطة الأب والأم على أولادهما، 2 لا تكون للأب قوامة في بيته، 3 إجراء الزواج مدنيا وليس وفق الشريعة الإسلامية، 4 زواج المسلمة من غير المسلم، 5 طلاق المرأة زوجها دون رغبته، وعدم قدرة الزوج على الطلاق إلا بواسطة المحكمة، واو منع تعدد الزوجات وإن كانت له ضرورة شرعية، زاي توزيع الميراث وفقا للقانون المدني وليس وفق الشريعة الإسلامية. جميل. ثانيا المشكلات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية. ما هي الأحوال الشخصية؟ هل تعرفون هذا المصطلح يا هارون؟ هل سمعت بهذا المصطلح؟ الأحوال الشخصية، هناك يا هارون في العالم العربي محكمة الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق والميراث، 3 الزواج والطلاق والميراث، ميراث بودلا وستافشتنة، هذه 3 يسمونها الأحوال الشخصية. هو يتكلم عن هذه 3، يقول: يواجه المسلمون مشكلات عديدة في بلاد الاغتراب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، هذه هي الأحوال الشخصية. في بعض الدول الإسلامية أو العربية الشريعة موجودة في الأحوال الشخصية فقط، يحكمون بالشريعة في الأحوال الشخصية، في الزواج والطلاق والميراث فقط، وهذا موجود
في كثير من العالم العربي، في أكثر العالم العربي يحكمون بالشريعة في الأحوال الشخصية فقط. تريد أن تتزوج بالشريعة، طلاق بالشريعة، الميراث بالشريعة، العقوبات زنا حرية شخصية ليست جريمة، أو جريمة فيها سجن ليست فيها الحدود الشرعية. فيقول وعلاقة الأولاد بالوالدين، علاقة الأولاد بالوالدين، الأولاد بالوالدين، نعم أدنس رتي عيديتسي، وتحاول تلك البلاد القضاء على هذا الجانب الثقافي. تلك الدول التي يعيش المسلمون فيها تحاول القضاء على هذا الجانب الثقافي. الجانب الثقافي كولتوروشكا سترانا. القضاء، ما هو القضاء؟ تحاول القضاء، القضاء ني القضاء، قضاء القضاء ريش قضاء значи استبليفانيه مش значи استبليفانيه مش значи كوسوتسفو القضاء od kadije, ali uri da nakdi alejk, što ne to uništiti, uri da nakdi alej, da se to nekne, faqdi ma ente qad, radi što hoćeš. Tako da ovdje, el qada, znači izale, otklanjanje, istrebljivanje, uništavanje toga. تلك الدول تحاول القضاء على الأحوال الشخصية عند المسلمين. المسلم الذي يعيش في إيطاليا يريد أن يتزوج بالشريعة، يريد أن يطلق بالشريعة، يريد أن يكون الميراث بالشريعة، هم يحاولون القضاء على هذا الجزء من الدين حتى يذوب المسلمون في المجتمعات الجديدة. ذاب يذوب يا هارون، يقولون يا هارون أن الشاب في مثل عمرك يا هارون، الشاب في مثل عمرك يا هارون عندما يرى بنتا مناسبة للزواج يذوب كما يذوب السكر في الشاي. هكذا يقولون يا هارون، ذاب كما يذوب السكر في الشاي حتى يذوب المسلمون في المجتمعات الجديدة، ويؤدي ذلك إلى آثار خطيرة. ذاب يذوب يعني ستوبتي سي كاو شكر وشاي، ستوبتي سي باتي شكر وشاي، ذاب سكر في الشاي. ما هي آثار؟ يؤدي ذلك إلى آثار خطيرة، بوسلديتسه آثار سو تراغوفي إلي بوسلديتسه أوباسني بوسلديتسه. أولا منها ألف إضعاف سلطة الأب والأم على أولادهما، إضعاف slabljenje oslabljivanje سلطة je moć، سلطة je moć oca i majke nad djecom. هم يشجعون الأولاد على الأب والأم، يشجعونهم. الأب والأم لا يجوز لهما أن يضرباك أو أن يقول لك كلمة، فيحاولون أن يضعفوا السلطة، هذه سلطة الأب والأم على الأولاد. ثانيا لا تكون للأب قوامة في بيته. من هو المسؤول الأول في البيت؟ بيت المسلم الأب هو المسؤول الأول. الآن في أوروبا من هو المسؤول الأول؟ هل ترضى المرأة الأوروبية أن تقول الزوج هو المسؤول؟ لا، أنا وهو سواء، ليس هو مسؤولا، نحن مسؤولون. الله في القرآن يقول في الآية 34 من سورة النساء الرجال قوامون، هذه الكلمة قوامة، قوامون على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك هم أخرجوا المرأة من البيت. لماذا أخرجوها؟ لتكسب المال، لتكسب المال. أما في الأسرة المسلمة الأب الذي يكسب والأم تربي الأولاد. لا تكون للأب قوامة في بيته، هذا أثر ثاني. الأثر الثالث إجراء الزواج مدنيا، sklapanje braka na građanskim principima, medenija građanski u opštini. وليس وفق الشريعة الإسلامية. أنا أسألكم سؤال، إذا تزوج المسلم الآن في زنيتسا، تزوج المسلم في زنيتسا عند الإمام، هل هذا الزواج رسمي صلب براك معترف به أمام الحكومة، معترف بريزنات؟ هذا الزواج ليس معترفا. وما رأيك إذا قلت لك أن بعض الأقليات المسلمة في أوروبا زواجهم الشرعي معترف؟ إذا تزوج الإنسان مثلا في بريطانيا عند المركز الإسلامي تزوج عنده، هذا الزواج رسمي كأنه تزوج في البلدية. وهناك دول أخرى يعترفون بهذا بالزواج الشرعي، وليس فقط هذا، يعترفون بآثاره. هناك محكمة شرعية صغيرة في بعض الدول هذه يعترفون بهذا الزواج وآثاره في 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 بلدهم. الحرية الدينية يسمونها، الحرية الدينية. إخراج الزوج، إجراء الزوج مدنيا وليس وفق صدنه الشريعة الإسلامية. لماذا؟ مثلا الآن المسلمة تريد أن تتزوج برجل نصراني، هل تستطيع أن تتزوج هي في 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 الشريعة الإسلامية؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تتزوج مدنيا؟ نعم تستطيع أن تتزوج مدنيا. ولذلك هم يريدون أن يقضوا على هذا الحكم الشرعي بإجراء الزواج مدنيا. زواج المسلمة من غير المسلم، هذا هو زواج المسلمة من غير المسلم. يتم هذا الزواج في البلدية ولا يتم في المسجد. طلاق المرأة زوجها دون رغبته. الآن يعيش المسلم في أوروبا مع زوجته، يريد، هي تريد الطلاق، هو لا يريد، هي تريد الطلاق. هل في الشريعة هي تستطيع أن تطلق نفسها؟ لا تستطيع، يجب أن يطلقها زوجها. هو لا يريد، يريدها زوجة، فتذهب إلى محكمة ومحكمة المحكمة تطلق هذه المرأة من زوجها. هو مسكين لا يسأل عن شيء، يأخذون منه زوجته ولا يسألونه. وعدم قدرة زوجي على الطلاق، عدم قدرة الزوج على الطلاق إلا بواسطة المحكمة. أنا أريد أن أطلق زوجتي، لا، تقدم الطلب في المحكمة، سود المحكمة هي تطلق، أنت لا تطلق. أنا أريد، أنا الزوج في الشريعة الإسلامية أنا أطلق وزوجته لا تطلق، لا. نحن لدينا قوانين خاصة، المحكمة تطلق، أنت لا تطلق. المصيبة المرأة تطلب الطلاق، زين؟ جيد، طلبت الطلاق، لديكما أولاد، الأولاد ذهبوا معها، أخذت الأولاد هي، جيد، الآن تريد الفلوس لتنفق على الأولاد، هي طلبت الطلاق، تريد فلوس لها وللأولاد، وتأخذ فلوس لها وللأولاد.
منع تعدد الزوجات وإن كانت له ضرورة شرعية. تعدد الزوجات في شجينستو. من منع تعدد الزوجات في البوسنة يا هارون؟ ما رأيك؟ النساء. النساء منعنا تعدد الزوجات، والحكومة منعت تعدد الزوجات، وقبل الحكومة منعت النساء ومنع النساء. تعدد الزوجات جريمة في أوروبا وفي بعض الدول الأخرى، جريمة تذهب إلى السجن. أما الزنا فهذه حرية شخصية. أنا لي زوجة واحدة وخمس عشيقات، هذا جائز وهذا أمر جميل مدني حضاري أوروبي. أما أنا لي زوجتان، لا، هذه جريمة. كيف يكون للرجل زوجتان لكن يجوز أن يكون له زوجة وخمس عشيقات؟ هذا أمر ليس ممنوعا بالقانون. زاي، توزيع الميراث وفقا للقانون المدني وليس وفق الشريعة الإسلامية. مات هو وترك. هناك أنشودة في الحرب يا كنعان، كان اسمها مات الشهيد. فقال لي أحد الشباب: كيف يكون مات شهيد؟ مات وترك، ترك زوجة، كيف مات بالشهيد؟ ترك زوجة وترك ابنا. جميل. والآن نريد أن نقسم مثلا الميراث بينهما. في البوسنة الابن يأخذ 50% والمرأة تأخذ 50%. كيف تقسيم في الشريعة؟ كم تأخذ الزوجة؟ إذا ترك هو 8,000 مارك، كم تأخذ الزوجة؟ ثمن 1,000 مارك، والولد يأخذ 7. قال الله في القرآن الكريم في الآية الثانية عشرة من سورة النساء، ماذا قال؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ثم قال: ولهن الربع إن لم يكن لكم ولد، ولهن الثمن إن كان لكم ولد. كان لك ولد فالزوجة تأخذ الثمن، وإن لم يكن لك ولد تأخذ الربع. هنا ولد موجود فتأخذ ثمن، تأخذ 1,000. هنا كم أخذت بالقانون البوسني؟ كم أخذت؟ 4,000. وهنا الولد أخذ 4,000. بالشريعة الإسلامية هي أكلت 3,000 ظلما. الآن المسلمة التي تعيش في البوسنة والمحكمة قضت لها، قضى القاضي في المحكمة بأنها تأخذ 4,000. كم تأخذ هي؟ هي مسلمة تأخذ 1,000 وتعطي 3,000 لهذا الرجل. لكن المرأة هنا يقول: أنا ما لي ذنب، أنا ما قضيت بشيء، القاضي حكم، أنا ما فعلت شيء، وتأخذ 4,000. هذا ظلم، تأكل المال بالحرام، هذا ليس مالك، مالك 1,000 وليس 4,000. ولذلك توزيع الميراث مهم جدا. قبل أن يموت الإنسان يوصي بوصية، يقسم ميراثه قبل موته، يذهب إلى القاضي، إلى النوتار كاتب العدل، ويقول: أنا أريد أن أقسم ميراثي، أنا لي زوجة ولي ولد وبنت، وقسم ميراث في الشريعة، أريد أن يقسم ميراثي بعد موتي بهذه الطريقة، ويعملون بها في محكمة لأنها وصية. ثالثا، نستمع إلى الجزء الثالث. ثالثا، مشكلات التعليم. 4، يواجه المسلمون مشكلات عديدة في تعليم أبنائهم في بلاد الاغتراب، فنسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية قليلة جدا.
كما أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يكملون مرحلة التعليم العام لأسباب عديدة، منها عدم قدرتهم على الاندماج في الجو الاجتماعي في المدارس، أو لفقر آبائهم فيخرجون من المدارس ليعملوا من أجل الحصول على مبلغ قليل من المال تحتاج إليه الأسرة. رابعا، نقرأ هذا الجزء أولا، يقول: ثالثا، مشكلات التعليم. يواجه المغترب مشكلات التعليم. ما هي مشكلات التعليم؟ يواجه المسلمون مشكلات عديدة في تعليم أبنائهم في بلاد الاغتراب، فنسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية قليلة جدا. نسبة بروسك، نسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية، حصل على شهادة جامعية znaczy steku diplomu znaczy ona završio fakultet قليلة جدا، والله ما لهما. كما أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يكملون مرحلة التعليم العام لأسباب عديدة. كثيرا من المسلمين، من أبناء المسلمين لا يكملون ندورش مرحلة التعليم العام. التعليم العام opće obrazovanje. Zašto? Kad li esbab nadidati? Zbog raznih razloga, mnogobrojnih razloga. Minha adamu kudratihim ala lindimaj. Ma huwa lindimaj? Indemeđe. Indemeđe je endemiđu fil muđtemei. Uklopiti se u društvu. Indimaj je uklapanje. Znači, čovjek se navikao, asimilirao se, da kažem. Ne baš ono potpunosti, ali privikao se onaj na život tu, pomiješati se. Jeste, može. Adam uqudatim ala lindimaj fil džavu liđtimaji fil medaris. El medarisu fiha muškilatu, fiha mesaibu, minha el ihtilatu. Miješanje muškilata žena. El ihtilatu. الاختلاط مش مشكلة جنة، هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية الخمر والمخدرات، هذه مشاكل المدارس. التدخين، أنا رأيت في زنيتسا أن أكثر الطلبة في مرحلة الثانوية يدخنون، أكثرهم يدخنون أمام المدرسة ليس في البيت، أمام المدرسة. فالولد لا يريد أن يكمل التعليم لأن الجو ليس مريحا، ليس الولد ليس مرتاحا. ثانيا، أو لفقر آبائهم، أبوه فقير. لماذا؟ كم قيمة الدراسة الجامعية في أمريكا؟ كم؟ 40,000 يورو. كم بالدولار؟ 40,000 دولار. أقل شيء. أنا سمعت أنها تصل إلى 80,000 دولار لأربع سنوات. بالسنة يأخذون القروض، يأخذوا القرض ليدرس. أنا سمعت أن أربع سنوات 80,000، هذا أقل شيء. لم أتأكد من الخبر، لكن من هنا أنا لي 3 أولاد، كم أحتاج أنا؟ كيف يتعلمون؟ لا يستطيع أن يتعلم، يعمل أو يأخذ قرضا فيصبح عبدا قبل أن يصبح رجلا. أنا لي دين للبنك وللحكومة وأنا عمري 18 سنة، 18 سنة عمري، ولي دين 80,000 دولار. أرد هذا دين، أرجعه 20 سنة بعد الجامعة. أو لفقر آبائهم فيخرجون من المدارس، لأن التعليم غال ليس مجانا. عندما كان
محمد عمره 5 سنوات ذهبت أبحث له عن مدرسة. وجدت مدرسة باكستانية قيمتها 1000 يورو بسنة، 1000 يورو لسنة واحدة. وكنت أعمل في الكويت فقلت أدفع 1000 يورو، هذا مبلغ ليس كبيرا، هذا أرخص شيء 1000 يورو، أرخص مدرسة في الكويت الآن 1000 يورو. وذهبت أسأل في مدارس أخرى، وذهبت إلى مدرسة أمريكية. تعرف كم قيمة الدراسة في الصف الأول ابتدائي؟ 10,000 يورو، 10,000 يورو لسنة. كيف يدفع مسكين 10,000 يورو؟ لا يستطيع الإنسان إلا الإنسان الغني أن يدفع للولد الواحد 10,000 يورو لسنة واحدة. فيخرجون من المدارس ليعملوا من أجل الحصول على مبلغ قليل من المال تحتاج إليه الأسرة. جميل، نكمل. 5، حاول المسلمون في بلاد الاغتراب تعليم أبنائهم اللغة العربية، ولجأوا إلى وسائل عديدة في ذلك، منها مساعدة أبنائهم على حفظ أجزاء من كتاب الله وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث معهم في البيت باللغة العربية لا بلغة البلد الذي يقيمون فيه، أو إرسالهم لتعلم العربية في المساجد في عطلة نهاية الأسبوع. وأحياناً يطلبون من وزارات التربية والتعليم في البلاد التي يقيمون بها تخصيص حصص في اليوم الدراسي لتعليم اللغة العربية، وإنشاء مدارس خاصة لتعليم اللغة العربية. والواقع أن تلك الوسائل مع أهميتها لم تضع حلاً مفيداً لتلك المشكلة. 5، حاول المسلمون في بلاد الاغتراب تعليم أبنائهم اللغة العربية، وهذا مهم جداً. كل مسلم يجب عليه أن يعلم ولده اللغة العربية، كل مسلم سواء كان عربياً أو لم يكن عربياً، كان أعجميا. اللغة العربية لغة الدين، فأنت كمسلم يجب عليك أن تتعلمها. ولجأوا إلى وسائل عديدة في ذلك. لجأ يلجأ، بريبيتش، الله أكبر، هكذا عهدناك يا هارون، ترجمة جيدة على مستوى. لجأوا في إلى وسائل سردستفا، وسائل سردستفا много بروينا في ذلك. من هذه الوسائل مساعدة أبنائهم على حفظ أجزاء من كتاب الله، يحفظون أولادهم القرآن، هذا أولا، وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والوسيلة الثانية والحديث والكلام معهم في البيت باللغة العربية لا باللغة البلد الذي يقيمون فيه، وهذا نجح العرب فيه. تجد العرب في هولندا يتكلمون العربية، يتكلم لغته، إذا إن كان مغربيا يتكلم اللهجة المغربية، يتكلمون في البيت اللغة العربية، لا يتكلمون في البيت اللغة الهولندية. وكذلك هذا رأيته عند كثير من البوسنيين في الخارج، وإن كان بعضهم بدأ يتكلم مع أولاده في البيت اللغة الألمانية، وهذا البعض ليس كثيرا. أو إرسالهم لتعلم العربية في المساجد في عطلة نهاية الأسبوع. وأحيانا يطلبون من وزارات التربية والتعليم في تلك البلاد، في البلاد التي يقيمون بها، تخصيص حصص في اليوم الدراسي لتعليم اللغة العربية. تكون الجالية كبيرة، مثلا في هولندا الجالية العربية كبيرة جدا، حتى أن في بعض المدن عمدة المدينة مسلم عربي في هولندا. كيف ذلك؟ عددهم كبير. فيطلبون من الحكومة
أن يعلموهم اللغة العربية في المدرسة. نريد حصة واحدة في الأسبوع أو حصتين في الأسبوع، يأتي أستاذ للغة العربية يعلم أولادنا. وإنشاء مدارس خاصة، وإنشاء مدارس خاصة لتعليم اللغة العربية. والواقع، ما هو الواقع؟ فعلنست أن تلك الوسائل، ما أهميتها؟ لم تضع حلا مفيدا لتلك، وضع حلا وضع حلا، لم تضع حلا، والجزء الأخير رابعا، المشكلات الاجتماعية. ستة، من أهم المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المسلمون في بلاد الاغتراب ما يلي: ألف، الاختلاط غير المشروط. تبيح معظم بلاد الاغتراب الاختلاط بين الرجال والنساء دون قيد، وللإسلام موقف مختلف في موضوع الاختلاط، فهو لا يبيحه إلا عند الضرورة وبشروط. ب، الحجاب. لا تقبل المجتمعات غير الإسلامية فكرة الحجاب، وتحاربه كثير من الدول بوسائل عديدة، بحيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى طرد الطالبة المحجبة من المدرسة وطرد المرأة العاملة من عملها إن لم تترك الحجاب. جيم، الطعام والشراب. للمسلمين نظام خاص في طعامهم وشرابهم، فهناك أشياء قليلة لا تحل لهم، ولهم طريقة خاصة في الذبح لا تراعى في البلاد غير المسلمة. دال، دفن الموتى. يواجه المسلمون في بعض البلاد مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالدفن، فالإسلام يوجب السرعة في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وعدم وضعه في صندوق أو تابوت. وفضلا عن ذلك، ربما لا تكون للمسلمين أحيانا مقابر خاصة بهم. جميل. رابعا، المشكلات الاجتماعية. درستني بروبليمي. سادسا، من أهم المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المسلمون في بلاد الاغتراب ما يلي: أولا، ألف، الاختلاط غير المشروط. الاختلاط، الآن تكلمنا عن الاختلاط، ميشا مشكلات جينا بز وصلوان، غير مشروط بز وصلوان. تبيح معظم بلاد الاغتراب الاختلاط بين الرجال والنساء دون قيد. قيد يه اشتري قيد قيود، قيد قيود سو غرانيتس اوكوفي اوفيس نرميش بس غرانيتس. وللإسلام موقف مختلف في موضوع الاختلاط، فهو لا يبيحه إلا عند ضرورة. الإسلام لا يبيح الاختلاط إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. فيقول وبشروط كذلك، عند الضرورة وبشروط. ب، الحجاب. لا تقبل المجتمعات غير الإسلامية فكرة الحجاب، لا تقبل. المرأة تريد أن تتحجب، هم ماذا يقولون؟ أجبرها زوجها، أجبرها أبوها، بريسيليوية. هي تقول لهم أنا أريد، هم يقولون أجبرك أبوك أو أجبرك زوجك. فالحجاب، الحجاب لا تقبل المجتمعات غير الإسلامية فكرة الحجاب، وتحاربه كثير من الدول بوسائل عديدة، بحيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى طرد الطالبة المحجبة، طرد
Ostranjivanje. Tarade jatru, znači oterati. Fe jatrudun et talibe el mutahadžibe min el medrese ve tardi il mer'ati il amileti min ameliha. Jatrudun el mer'ate el amilete min ameliha. Jekul in lem tetruki il hijab, ako ne ostavi hijab. At'amu wa sharab lil muslimina nizamun sistem khasun posaban fi ta'amihim wa sharabihim fa hunaka ashya'u qalilatun la tahillu lahum wa lahum tariqatun khasatun fi adh-dhabh ma yuposaban nachum klanyu dhabh klanya la tura'a fi al-bilad ghayr al-muslimah la tura'a ra'a yura'i voti brigu paziti u nečem. Voditi brigu u nečem. Ra'a yura'i je glagol. Ra'a yura'i. La tura'a fi tilke bilad gajri muslime. Defnul meuta ukop umrlih. Meuta su mrtvi, mrtvaci. Defn je ukop. يواجه المسلمون في بعض البلاد مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالدفن. فالإسلام يوجب السرعة في غسل الميت وتكفينه. نعم تكفين تفين. والصلاة عليه. الإسلام يحث على السرعة. الإسلام مات في الصباح الدفن يكون بعد العصر. بسرعة يكون تكون الجنازة وعدم وضعه في الصندوق كوتشك صندوق كو كوتشك أو تابوت تابوت نكا كابر أزميش وفضلا عن ذلك ربما لا تكون للمسلمين أحيانا مقابر خاصة به لا يكون للمسلمين مقابر مزالوتسي مقبرة مقبرة مقابر مزالوتسي لا توجد لديهم مقابر خاصة به. Sasvim ovdje, inša Allah, subhanak Allahumma, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.